طيب من بقى الملفات كمان المهمة يا جمانة اللي الدولة بتشتغل عليها هو ملف القمامة. فعلا الدولة جادة جدا في إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال منظومة متكاملة خاصة بالنظافة بتبدأ بالفصل، الفصل من المنبع، تنظيف الشوارع، ثم الجمع والتدوير. المنظومة دي أقرتها الدولة بالفعل خضعت لي مناقشات واسعة من جميع الأطراف. امبارح كان التنفيذ الفعلي في بعض المناطق في القاهرة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر، تفاصيل التطبيق، إمتى هيتم تعميم هذه التجربة من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك في البداية تفاصيل ما تم، إيه اللي تم امبارح وإيه كمان الأحياء اللي بدأتوا فيها. طبعا برحب بحضرتك، برحب بشدة بالسادة المشاهدين. طبعا المنظومه بدات بقالها فتره كبيره. احنا دلوقتي عندنا قطاع خاص مشترك في تدوير المخلفات، في مصنعين عندنا موجودين، مصنع في 15 مايو وفي مصنع موجود في مدينه العبور. في دلوقتي عندنا المناولات موجوده في الاربع مناطق القاهره. المناولات دي هي مكان او نقطه تجميع للقمامه، وبالليل بتترفع بتروح للمصانع. كان في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأهم، وهي بقى الجمع نفسه. عشان كده تم التعاقد مع شركتين، شركة انفايرو ماستر وهي خاصة بالمنطقة الشرقية بأحيائها، 9 أحياء بتوعها. في شركة ارتقاء، شركة ارتقاء برضه يعني تعاقدنا معاها في المنطقة الغربية. المركزية للنظافة التابعة للهيئة هتكون منوطة بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية. المهمة الأساسية هو جمع منزلي وجمع من محلات 100% عشان تختفي ظاهرة وجود مخلفات في الشوارع، تختفي تماما. الحاجة الثانية بقى كنس الشوارع وغسيل الشوارع وهكذا. طيب الجمع ده عشان يحصل 100% لازم تستعمل حاجة اسمها خطة التشغيل، سواء للمنطقة أو للحي. حجم المعدات اللي المفروض إنها بتشيل كمية المخلفات دي، عدد العمالة اللي هي مفروض على حسب أطوال الشوارع إنها تبدأ تتعامل مع الشوارع. طيب سيادة اللواء، المفروض إنه التنفيذ الفعلي ابتدى بالفعل في بعض المناطق في القاهرة، ابتدى فين؟ وعايز أسأل حضرتك برضو عن مدى صحة ما تم تداوله عن إنفاق حوالي 3 مليار جنيه للتحضير لهذه المنظومة. طبعا الملف ده ملف ما بقالنا حوالي سنتين فيه. 3 مليار خارجين من موازنة الدولة، 3 مليار دول سنويا لملف النظافة والتجميل والإنارة. الشركات واخدة النص تقريبا والهيئة معاها النص، تمام، بحيث إن المنظومة تكون متكاملة ويكون في موجود المعدات اللي حضرتكم شايفينها دي وأكثر من كده كمان. ده كان في جزء بس في الاصطفاف، إنما المعدات أكثر من كده بكتير، حوالي 2000 معدة هيكونوا موجودين في القاهرة بإذن الله. الدولة وفرت لنا المبلغ وإحنا علينا إن إحنا نشتغل. طيب حضرتك معلش تاني، الأماكن أو المناطق اللي تم التطبيق فيها لدين المنظومة في القاهرة كانت فين؟ حاليا المنطقة الشرقية شركة انفايرو ماستر شغالة في مصر الجديدة وشغالة في مدينة مصر الغرب. شركة ارتقاء في حي غرب في المنطقة الغربية. طيب نتكلم مع حضرتك عن عملية بقى الجمع المنزلي، يعني جمع القمامة من المنازل، ده المهم. المواطن هيدفع كام وهيدفع لمين؟ مش هيدفع حاجة يا فندم خالص. وأنا بقول لحضرتك مش هيدفع حاجة يا فندم، وأنا بقول لحضرتك عبر البرنامج بتاع حضرتك الخط الساكن بتاعنا 152-64. أي مشكلة مفيش فلوس بتتجمع سواء في أي منطقة من المناطق. ده عظيم. اللي يطلب من حضرتك فلوس يا ريت يا ريت حضرتك 152-64 التبليغ عن المربع، والهيئة هتتخذ مع اللي عمل كده إجراءات صارمة. عظيم، كل ده بالمجان، وأي حد يتعرض لأن أي حد جاي عايز ياخد منه فلوس طبقا لهذه المنظومة أو تبع هذه المنظومة على طول يبلغ على الخط الساخن 152-64. عظيم. طيب سيادة اللواء، حضرتك تحدثت إنه البداية هتكون بشركتين مسؤولين عن جمع القمامة وتدويرها، فخليني أعرف من حضرتك يعني الورديات اللي هتشتغلها الشركات دي، وكمان نقطة مهمة جدا آلية المراقبة كمان عليها. تمام يا فندم. هو حضرتك بس باختصار عارفين طبعا إن القاهرة هي 4 مناطق، الهيئة المركزية للنظافة شغالة في الأربع مناطق، احنا شغالين في الأربع مناطق بالكامل.
بنسلم الشركات للمنطقتين بالتتابع، يعني هو في خلال شهر هيكون مثلا ارتقاء سلمه الغربيه كلها، انفايرو مصر استلمت الشرقيه كلها. الهيئه شغاله في بقيه الاحياء وشغاله في المنطقتين، ولكن بقى الشكل العام او المنظر العام او احنا نوصل ل 100% ده هيكون في خلال شهر او اقل من شهر كمان ان شاء الله باذن الله. المواطن ابتداء من دلوقتي هيبتدي يحس بفرق، مش في المناطق دي بس، مش في مصر الجديده وفي غرب، لا، على مستوى القاهره بالكامل. احنا في مرحله صعبه بالنسبه لينا كهيئه، ولكن ان شاء الله الرجاله بتوعي قدها وجود باذن الله. ان شاء الله. طيب ازاي سياده اللواء تم اختيار اماكن تجميع القمامه، وهل تمت مراعاه ان هي تكون بعيده عن المناطق السكنيه؟ بالفعل يا فندم، دي طبعا كان ما فيش اي مكان بناخد عليه تصديق الا بموافقه من وزاره التنميه ووزاره البيئه. المناولات اللي موجوده دي خارج القطاع السكني تقريبا، متامنه تامين كامل جدا، يعني حاجه بمنتهى البساطه مع البيئه ومش ضد البيئه. عظيم. اللواء ايهاب شرشابي، رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره، شكرا جزيلا ليك يا فندم.